السلام عليكم، مرحبا بكم من في قناتي المتواضعة عالم حمو جوجو. أتشرف بمعرفتكم ووجودكم، تابعوني فضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى جمهور في الدنيا من داخل مصر ومن خارج مصر؟ وطبعا زي كل فيديو بشكركم جدا جدا لتعليقاتكم الجميلة والدعم ليكم واللايك بتاعكم الجميل، بشكركم من كل قلبي بجد. ويا رب يجعل ايامنا كلها يا جماعه ايام سعيده عليكم ومباركه عليكم. النهارده بقى يا جماعه جبت لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا عباره عن شعريه، انا هعمل لكم شعريه بسكر. في عندي جوجو بتحب شعريه باللبن ومحمد وجانا بيحبوا شعريه بسكر، فانا هعمل ايه شعريه بالسكر وفي طبق هعمل فيه باللبن. انا حتى مدفيه لبن اهو، كان عندي لبن في الثلاجه وطلعته ودفيته لجوجو عشان هتاكل شعريه باللبن. ماشي، دلوقتي بقى يا جماعه انا جايبه كيس شعريه ادم اهو، عامل 7 جنيه ونص. رحت جبت هو ومعانا السمنه، ودي حبه شعريه برده كانت عندي، ودي الحله بتاعتنا. ويلا عشان ايه احط دلوقتي السمنه في الحله ونعملوها. دلوقتي بقى يا جماعه انا جبت السمنه اهو، حاططها في الحله بتاعتي واسيحها هو عشان نحمر الشعريه بيها. قولوا بقى يا جماعه اعمل ايه في الحر ده، بقالنا ايام والله الدنيا حر موت والنور كل شويه بيقطع. الحمد لله لو قلت اعملها قبل ما النور يقطع بصراحه مش هتحمل. حتى انا في المطبخ فاتحه الشفاط، فاتحه اللي هي المروحه عشان السخونيه بتاعت الايه المطبخ مع الحر. اهي يا جماعه استنى دلوقتي ادحت اهي، وانا اصلا بعمل الشعريه حطها معاكم اهي. الكيس اللي كان فيه حبه عندي هما، عشان طبعا انتوا عارفين الاولاد بيحبوا الشعريه طبعا، وانا برضو بحبها بصراحه. انا بحب اكل شعريه جدا بسكر، في اللي بيحبها باللبن. عرفوني بقى بالتعليقات بتحبوها بالسكر زي ولا باللبن. انا بصراحة بحبها بالسكر، جوجو بتحبها باللبن، جانا برضو بالسكر، ومحمد برضو مش فارق معاه عادي لبن سكر. هي خلطت انا السمنة اهي الشعرية كلها هي، وافضل اقلب فيها لغاية ما احمرها. شايفين هي ابتدت من تحت هي تتحمر. هما بصراحة لسه جايين من الدروس، مش عارفة ايه حكاية الدروس في عز الحر. المدرس بيدي دلوقتي الدرس بدري، يعني بص تلاقي الساعة 11 الساعة 12 عندهم درس، وهم اصلا بيناموا بعد الفجر. فهم جايين حرانين جامد وتعبانين، فقالوا يا ماما احنا عايزين نفطر ايه شعرية بالسكر، فقلت اعملها لهم. طبعا قلت اشارككم معايا اهي. هحاول احمرها لهم اهي. ابتدت دلوقتي تتحمر. المفروض الدروس تبدا في شهر 8، ومعرفش ليه المدرسين مقدمين خالص على مواعيد الدروس دي. يا ترى احنا ما خدناش اجازه والله، يعني طلعنا من العيد على الدروس على طول. يلا الحمد لله. فين بقى يا جماعه؟ اهو بقى يا جماعه شايفين هي خدت لونها اهي، الشعريه اتحمرت اهي. فضلت اقلبها لغايه ما طلعت اللون الحلو ده اهو. حمرتها كلها هي. دلوقتي بقى هجيب ميه واحطها ايه على الشعريه بتاعتنا. وهنقلبها
هنقلبها دلوقتي. هي خدت الصدمه اهي. اهي يا جماعه دلوقتي بقى احط لها معلقتين سكر اهو، وفي الاخر برضو يعني وانا بحطها في الاطباق احط برضو فوقيها ايه عليها سكر. انا حطيتها معلقتين سكر كبار اهو وبقلبها اهي، باخد السكر عليها في الشعريه. وقولي برضو في التعليقات ايه رايكم وبتعملوها ازاي، تقولي برضو في التعليقات ايه رايكم في الطريقه بتاعتي، وعرفوني برضو الطريقه بتاعتكم زي طريقتي كده ولا بتعملوها حاجه تانية، عشان برضو اعمل زيكم لو في طريقه جديده. اهي يا جماعه ودلوقتي انا هغطيها ماشي، وان شاء الله اما تتعمل ان بقى نحطها مع بعض في الاطباق. اهي واديني غطيتها اهي. ودلوقتي بقى يا جماعه انا فتحت عليها اهي، شايفين بقى ما استوت اهي، شكلها حلو قوي وريحتها جميله بجد. شايفينها بقى يا جماعه قدامكم بقت طريه اهي واستوت اهي. هطفى عليها دلوقتي ونقدمها ايه في الاطباق قدامكم. خلي بالك انا كنت موطيه عليها، يعني ما تخلوش النار عاليه عليها، تحاولوا ايه توطي. يعني انا اما انا عملتها كنت موطيه عليها النار اهي ماشي علشان ما تحرقش. فدلوقتي انا هطفي عليها النار اهي، ويلا تعالوا معايا شوفوني وانا دلوقتي بقدمها في الاطباق بتاعتي. انا جبت الصينيه اهي وجبت طبق تلات اطباق، طبق لجوجو والحمى والجنة ماشي. دلوقتي انا بقدمها قدامكم اهي، في اللي احط عليها سكر زي ما قلت لكم، وفي اللي احط عليها اللبن. وعرفوني برضو بالتعليقات بتحبوها بالسكر زي ولا بتحبوها باللبن زي جوجو. يا جماعه انا بقدمها اهي بجد ريحتها حلوه قوي وسهله. يعني لو انت مثلا في مشوار، لو انت جايه من الشغل، لو انت وراكي حاجه، سهله جدا ومش مكلفه. هو الكيس ب 7.5 جنيه ومش مكلفه بصراحه، وبتشبع برضو اطفالنا اولادنا برضو. وطبعا انت عارفين طبعا ايام الدروس دي بتبقى درس ورا درس وبنروح معاهم، فما عندناش وقت، فطبعا بتبقى دي بسهوله وما بتاخدش برضو وقت برضو في التسويه ولا وقت في الايه وقت في التحضير بتاعتها. دلوقتي بقى يا جماعه انا هحط سكر اهو، ده طبق بتاع حمى اهو، حاطط له سكر في الوش، وبيحب السكر زي ما قلت لكم اهي. السكر بالشعريه اهي، وبحاول برضو ان انا ايه اخلطها شويه بالشعريه. وده اللبن، احط بس السكر لجوجو اهي واحط لها اللبن. جنى برضو عايزه لبن، واللبن برضو حلو ومغذي. هي وليه بقى في التعليقات ايه رايكم بقى يا جماعه في الاكله السريعه اللي انا عملتها دي، اكله سريعه ومش مكلفه وحلوه جدا لاطفالنا وكلنا بنحبها طبعا، الشعريه بالسكر والشعريه باللبن. ويا رب يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واكون انا خفيفه عليكم، ويوم سعيد عليكم يا جماعه. وما تنسوناش تحطوا لنا لايك وتسمعوا الاعلانات. مع السلامه.